مشاهدين والمتابعين قناة جي اي اس فور وي، احييكم تحية الاسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الرابع، المرحلة الاولى، نتعلم ارك جي اس بثلاثة مراحل، واستكمالا للدرس السابق واللي فيه تعرفنا كيف نميز بين قاعدة البيانات والطبقات اللي فيها وبين الشيب فايل، وتعرفنا على جميع انواع الحقول داخل الاتريبيوت تيبل. بهذا الدرس راح نتعلم على السب تايز والدومينز، موجودات في المنطقة هون، سب تايبس والدومينز، وراح نتعرف من القائمة فيتشر اكسنت الأداة ريكالكليت. وهلأ خلونا نتعرف على السب تايبس والدومينز. لو عملنا بهاي الطبقة، عملنا سيلكت فيتشر وبين اتريبيوت تيبل، راح نلاقي في هذا الفيلد موجود سب تايبس، وبهذا الفيلد موجود domains. خلونا نتعرف كيف نعمل subtypes. نسكر هذول اللايرات ونروح على جيو داتابيس جديدة، نعمل dataset نفتح طبقة نسميها بلوكس، بدنا نعمل فيلد باسم فيليج، سبتايز. عشان تعمل سب تايبس او دومين، دائما لازم يكون الشرط في نوع الحقل يكون لونج انتجر، الدومين نسميه بلوك نيم، نفس الاشي التايب يكون لونج انتجر. تمام، هاي اللاير انضافت مجرد ما عملنا لها انشاء. نيجي عليها في الكتالوج، دبل كليك، بنروح على السب تايبس. عندنا الحقل تبع السب تايب، نختار الفيليج، اسم البلد او القريه او المدينه، وهون بنبلش تصنيفات. التصنيفات طبعا بتكون عبارة عن أكواد، يعني أرقام. نكتب مثلا الرقم 100، خلينا نسميها أترام الله 101، قرية صردة، نعمل أبلاي. إحنا هيك أنشأنا سب تايبس. أما بالنسبة للدومينز، نكبس عليها ننشئ هون الدومينز، نكتب هون اسم المدينة أو القرية، ولتكن قرية سردة، نعمل سيلكت عليها، وبنختار في الحقل هذا نعمله كودد فاليوز. في المربع الثالث هون بنكتب أسماء الأحواض الموجودة في قرية صردة، حوض رقم 1 اسم الصفحة، حوض رقم 2 اسم الظهر، حوض رقم 3 اسم خربة عمودة والشغر، عندنا حوض رقم 4 اسم ظهر مسلم، حوض 5 اسمه ظهر عواد. طبعا هدول اسماء الاحواض المتعارف عليها في القرية. بعدها بنعمل ابلاي، بنروح على خانة تانية تحت قرية سردة، نكتب هون مدينة رام الله،
نعمل لها سيلكت، ضروري نعمل سيلكت عشان نعرف ندخل الأكواد. نختار من الفيلد الثاني كودد فاليوز. طبعا مدينة رام الله فيها 19 حوض، وحوض 19 فيه تقريبا 30 حي. احنا راح نكتفي بس في حوضين، حوض رقم 1 مدينة رام الله اسمه العسكرية، حوض 2 اسمه الخنوق. نعمل ابلاي اوكي. احنا هيك عملنا سب تايبز ودومين. نحذف الطبقة ونضيفها كمان مرة عشان يتعرف على السب تايبز. خلينا نعرف الدومينز داخل الطبقة بلوكس. نروح على سب تايبز، نروح على محل الكود 100 مدينة رام الله، نعمل عليه سيلكت، ننزل على بلوك نيم، نختار مدينة رام الله، ابلاي. نفس الطريقة لقرية سردة، نختار الكود 101 اللي عند قرية سردة، على الحقل بلوك نيم نختار قرية سردة، ثم ابلاي ثم اوكي. السكيل عندنا خلينا نخليه 1 لـ1000. لنفرض انه مطلوب منا نرسم احواض لقرية سردة واحواض لمدينة رام الله. لتسهيل ادخال الداتا والتعامل مع الجداول بنعمل تصنيف اولي وهو اسم التجمع قرية سردة او مدينة رام الله وهكذا مثل ما هو ظاهر عندنا. اما التصنيف الثاني وهو ادخال اسم الحوض للتجمع. لتسهيل الرسم وادخال الداتا نفعل الاتربيوت عند الرسم من خلال القائمة editor options attributes، نفعل هذا الخيار apply ok. نعمل start editing، نفعل هاي الويندو create feature، نختار الحوض اللي بدنا نرسمه تابع لأنو منطقة، لنفرض لقرية سوردا. نختار اسلوب الرسم، اسلوب المتعارف عليه اول واحد، بما انه اول حوض راح نبلش فيه راح نختار اول اسلوب. نفرض انه حدود الحوض بهذا الشكل، دبل كليك يظهر عندنا الويندو اللي فعلناها. احنا رسمنا حوض لقرية سردة، معناته في البلوك نيم لازم يظهر عندنا اسماء الاحواض اللي بقرية سردة. لنفرض انه هذا الحوض اللي رسمناه حوض رقم 1 اللي هو اسم الصفحة. نرسم حوض بحده لمدينة رام الله، نكبس مدينة رام الله. هون نختار اسلوب الرسم اوتو كومبليت لتسريع الرسم، بدل ما نرسم ونمشي ونعيد من الحدود نرسم بهاي الطريقة اللي هي الاوتو كومبليت. الويندو تبعت الاتربيوت مباشرة. احنا الحوض اللي رسمناه نفرض انه اسمه العسكرية، نختار العسكرية. في شغلة مهمة انا المفروض سويتها، نعمل ستوب ايديت يس. بدنا نعدل على الدومينز سريعا. نرجع على الدومينز، نيجي هون قرية سردة الصفحة، ونعمل قوسين نحط رقم 1. نرسم كمان حوضين مدينة رام الله اوتو كومبليت. الحوض رقم 2 الخنوك. هاي الطريقة افضل، الاسم بين قوسين الرقم. نرسم هون حوض، حدود المشتركة بين حوضين من مدينة رام الله وحوض من قرية سردة. نفس الطريقة اوتو كومبليت.
وليكن ظهر عواد حوض رقم 5. طبعا نفس الطريقة اللي عملناها للتصنيفات، بنقدر نصنف الشوارع والمباني، وبنقدر نصنف المدارس وأي إشي يعني إلكم الخيار. مثلا المدارس نقدر نعمل إعدادي ثانوي، روضة، حضانة. الشوارع نقدر نعمل شوارع ألف، شوارع باء. مثلا شوارع ألف اللي عرضها أكثر من 16 متر، الشوارع الأقل من 8 متر، وهكذا. في نهاية الدرس الرابع من المرحلة الأولى لتعلم ArcGIS في 3 مراحل وصلنا للنهاية. وقبل ما ننهي راح عنا نشرع على الريكالكوليت. شو المقصود في الريكالكوليت؟ فيتشر اكستنت ريكالكوليت. عندنا هون في الأداة التولز في عندنا فول اكستنت، لما كبست عليها ابعدت كثير، مع انه الاحواض، نرجع الاحواض اللي رسمناهم فقط هدول. لما اجي على اكبس على هاي الاداة ببعد لي كثير. عشان احل هاي المشكلة مباشرة بروح على الطبقة نفسها، دبل كليك، وبعمل له اعادة حساب، حساب للاحداثيات الموجودة عندي للشمال والجنوب والشرق والغرب. بعديها ابلاي واوكي، بكبس على فول اكستنت بيظهر لي فقط هون. كيف ممكن انا المشكلة انه تواجهني بهاي الطريقة؟ لما نجي نفتح ستارت اديتنج، نفرض انا رسمت هون رسمة، تمام، بعد عملت اندو تراجع عن الرسم، عملت ستوب اديت. شايفين كيف لما اجي اكبس عليها محل ما رسمت هون الرسمة اعتبرها انه موجود في ظاهرة مكانية موجودة هون. فلتفادي هاي المشكلة مباشرة اعادة حساب، ابلاي، اوكي. يعطيكم الف عافية، وبتمنى منكم استفدتوا من الشروحات اليوم. لا تنسى تعمل سبسكرايب لمتابعة القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولايك وشير الفيديو لتفيد أي شخص حاب يتعلم على ArcGIS. رابط القناة على الفيسبوك بأسفل المقطع تجدوه. وشكرا للمشاهدة، والسلام عليكم.